غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد زيارة أخوية التقى سموه خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في وداع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى مغادرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.